شلونكم أصدقائي؟ السلام عليكم، شلون أخباركم؟ إن شاء الله بخير، مشتاقين. طبعاً أصدقائي، جاتكم حلقة جديدة مال اليوم، والحلقة عنوانها هي يوم عرفة، اللي هو أعتقد اليوم أو باكر. طبعاً الحلقة هاي إن شاء الله راح تعجبكم. أنا راح أسولف عن هذا اليوم لأنه أنا شفت يعني فيديو بالإنستغرام مالتي الخاص، وهذا الفيديو الصراحة ما عجبني، فلذلك إجا القطار. المهم، فلذلك هذا الفيديو ما عجبني، فحبيت أصور لكم عليه حلقة، وهي الحلقة مال اليوم يعني. فقلت مثل ما قلت لكم، هذا القطار الثاني رايح، قطار رايح قطار جاي، راح أصور لكم يوم المحطة أو راح أغير مكاني، لأن هذه المحطة ما أقدر أحكي بيها. المهم، يلا خليكم ويانا وإن شاء الله تعجبكم الحلقة. طبعا هو هذه الحلقة عبارة عن رأيي الخاص بيوم عرفة، او شنو الناس اللي تسوي بيوم عرفه، ورايي بالفيديو اللي شفته بالانستغرام مالي الخاص. زو اصدقائي وحبايبي، طبعا اني شفت فيديو بالانستغرام مالتي، اني مال واحد سعودي متابعه، وهذا السعودي رجال هو يعني يصور على طبخ، صور مال طبخ وفيديوهات وكذا. طبعا هاي الشغلات اللي وراي، هاي الناس تذبها، تجي الدوله تاخذها او تذبها، تعجنها بالعجانات يذبوهم. المهم، فهذا الفيديو ما عجبني. طبعا مثل ما قلت لكم، هو ينشر على فيديوهات مال طبخ وكذا، يطبخ طبخ يعجبني، سعودي هو رجال، ما عندي مشكله ولا ويا دينه ولا كذا. او فسوى فيديو اليوم، فالفيديو الصراحه ما عجبني يعني، حيل هذا ازعجني الفيديو، فلذلك صورت لكم الى فيديو يعني هذه الحلقه مال اليوم، وراح احاول اخلي لكم الفيديو اللي هو سجله رجال، راح احاول اخلي لكم اياه باخر الحلقه، وان شاء الله يعني يمكن راح اغطي الجسم مال الحيوان لانه اليوتيوب يسوي لي مشكله، بس نشوف ان شاء الله خير. المهم، طبعا اصدقائي، انا ابارك لكم بيوم عرفه، وكل عام وانتم بخير ان شاء الله، وانا اعترف بهذا اليوم واحبه، وتحياتي لكم ان شاء الله اخواني المسلمين واخواني المسيحيين وكل الناس والاصدقاء والاحبه. ف يعني هذا الفيديو اللي شيء اللي ما عجبني بيه، انا اريد اعرف بس ليش انتم بشهر رمضان تذبحون ذبايح؟ ليش تذبحون؟ هذا الشيء انا يضوجني الصراحه، وسالت هواي ناس وكذا، فما ادري اعرف ليش انتم تذبحون ذبايح بيوم عرفه. هذا رجال شوفوه فوق دا يباوع لي، يقول لك هذا ليش دا يصور، راح يصورني وياه، راح اطلع وياه بالتصوير. خليكم يانا. اي اصدقائي، فرد اعرف ليش انتو تذبحون ذبايح بيوم عرفة، شنو المهم بالموضوع؟ ليش انتو تذبحون؟ شنو الفائدة من ذبح الذبيحة؟ ليش تذبحوها؟ تقدرون تكتبوا لي بالتعليقات. يعني مثلا اكثر الناس، او هي كل الناس تذبح الماعز او الطلي او ما اعرف شو يسموه، صخلة ما اعرف شو يسموه، ليش تذبحوها هذه؟ ليش؟ شنو الفائدة؟ تقولون اضحية لله مثلا، زين الله قال لكم اذبحوا الطلي يعني اذبحوا الصخرة وكذا، لا تجيبوا ليها على قصة آدم وحواء، أو تجيبوا ليها على قصة مال إبراهيم من ذبح راد يذبح ابنه أو كذا يضحي بيه لله. هذا ما له علاقة بالشي مال الطلي اللي تذبحوا الذبيحة، هذا الشي ما أعتقد له علاقة. يعني ما أعرف هذا الشخص شلون انطاع قلبه وقدر هيك يسوي. يعني بالفيديو، إذا تشوفون الفيديو مثلا، بالفيديو طالع هذا الشخص دا يصور الذباح من يذبح الحيوان، والحيوان هو يصيح، لكن الحيوان يصيح يعني من الوجع، يقص إذانه ويقص الخلفية مالته وكذا، والحيوان يصيح. فهذا الفيديو جدا أذاني، يعني شلون هذا الحيوان بعده عنده احساس؟ شلون انت تجي تذبح الحيوان والحيوان عنده احساس بعده؟ ما ميت حقيقي، فانت شلون تجي تذبحه بكل هالسهوله؟ وهسه راكيام بالفيديو، يعني بالفيديو مالي باخر الفيديو راح احط الفيديو احاول وتشوفوه شلون يذبح بالحيوان، ونص رقبته قاطعها، وبعدين يشلع ذانه ويشلع مدري شنو ويشلع جهات من عنده، والحيوان يقوم يصيح. يعني انا حتى خايف، ما اقدر اسولف والناس المسلمين والكذا يسمعوني والعرب، لأن يسوي له مشكلة. يعني أنا ضد هذا الشيء اللي هو تذبح به الحيوان بهذا اليوم يوم عرفة. ليش تذبح الحيوان؟ الحيوان شو علاقته؟
تقدر تطق لك بيضة، تقدر تسوي لك شيء يعني بيضة مثلاً تطقها كافية، هاي إضحية لله. لازم تقتل حيوان؟ إيش قد حيوانات ده تموت بهذا اليوم؟ ليش؟ يا عيني ليش؟ ما تقولوا لي ليش؟ اكتبوا لي السبب، أريد سبب مقنع، أريد أعرف ليش. لي أصدقائي، فأريد أن سبب مقنع تقولوا لي ليش أنتوا يعني هاي الناس كلها بيوم عرفة يذبحون الذبايح، يذبحون حيوانات، يقطمون رأسها ويأذوها ويخلوها الصيح وكذا ويجر الدم مالتها وهذا، وليش؟ شنو الفائدة مالتها؟ خب مثل ما قلت لكم الطق بياضة مثلاً مو حيوان، يعني لازم تقتل لك حيوان؟ يعني اكو هواي شغلات ثانية. هاي شوي شعري دي يطير لأنه الهواء قوي يعني فوق جسر صاعد. فيا أصدقائي هذا الشيء جداً أنا ضده، ومو وأنصح كل الناس إنه ما تسويه وما تذبح ذبايح بيوم عرفة، وإنما مثلاً تذبح مثلاً طق لك بيضة، مثلاً تطبخ طبخة وتوزعها للجيران. ليش يعني تذبح لك ذبيحة؟ لا تقول لي مال النبي إبراهيم راد يذبح ابنه وما أدري شنو هاي السالفة، هاي صحيح على عيني وراسي بس جابها ما لها علاقة بيوم عرفة، يعني إلا تربطوها بيوم عرفة يعني ما دافتين. شوية عقلكم يعني اصلحوه وخلوه يصير زين وبطلوا هاي السوالف، هاي السالفة مو حلوة. يعني شقد راح تنذبح ذبايح بهذا اليوم؟ شقد راح تنذبح ذبايح؟ وين تروح؟ هسه تقول لي الفقراء، معقولة هاي كلها تروح للفقراء؟ لك شنو هاي وين هاي شنو من الفقراء؟ هاي شقد الفقراء الموجودة راح يروحوا لها كل هالأكل؟ هذا الباص، شلون باص حلو. فيا عيني يعني ما دافتهمكم أنا والله. هاي الذبايح وين راح تروح؟ وليش؟ وشنو فائدتها؟ ليش تذبحوها؟ فبطلوا هاي السالفة، شوفوا لكم شيء ثاني، عرفوا الحيوانات بحالها. أنا ضد قتل الحيوانات، أتمنى أن تسمعون كلامي وما تذبحون حيوانات بعد. أشوف لكم شيء ثاني تذبحوا، يعني بيضة تذبحوا أعتبر، يعني إلا حيوان تذبحه خطية حرام. أنا هما كل مرات لحم بس من هالسالفة أذيت، يعني هذا الفيديو شلون يصلخه ويصور لي إنستغرام ابن آدم، يصور لي إنستغرام والطلي هذا شلون يصيح ما ما ويصيح صياح وانت قاعد تذبح بي وتشل عذانه وما ادري شنو، لك شنو هالاحساس هذا؟ على اي اساس انت تجي تسوي؟ حيوان الله خلقه، الله قال لك تعال اذبح هذا الحيوان؟ مستحيل. شلون تجي تذبح الحيوان يعني؟ ما افتهم انا شنو هالعقليه، خاصه عقليه السعوديين، خاصه عقليه السعوديين المحجره، يعني عندهم عقوليات محجره و24 ساعه ياكلون لحم وحياتهم كلها لحم بلحم بلحم. شنو الفائدة من السعوديين؟ ما دافتين غير النفاق والسوالف المزيرين مكسرة، ايش عندهم غير هالشي؟ فيا أصدقائي أنا أنصحكم أخوكم مصطفى من ألمانيا إنه بهذا اليوم يوم عرفة ما تذبحون ذبايح بعد، تجيبوا لكم بيضة تكسروها، تجيبوا لكم فتشي وهاي الشغلات مال الحيوانات تعوفوها. يعني مثلا عندك الطلي تعوفوه ما تذبحوه، الدجاجة تعوفوها، البقرة تعوفوها، يعني ايه ذبحون وكلون ما يخالف، بس مو تجي تذبح لي على مود يوم عرفة والملايين كلها تذبح يا بشنو ابراهيم ذبح ابن النبي ابراهيم مدري شنو هاي السوالف، ما يصير يا عين. وحتى انت اصلا حتى لو تبطلون تاكلون لحم هم احسن، الله خلق هاي حيوانات حتى تعيش، حتى تسوي لنا حياة حلوة، نربيهن نتعب عليهن وكلهن يموتن هم ما تيروحن يموتن، ليش تذبحون بيهم تكتلوهن وتهذا؟ ليش؟ هذا الشيء ما دافتهمه. يعني مو فيجيتاريش يعني فيجيتاريان يعني نباتي، وانما انا نباتي ولحم ما اكل، بس انا ضد هذا الشيء انه تذبح الحيوان. اوكي اذبح الحيوان اكله، بس مو تجي تذبح لي اياه بيوم عرفه وتذبحوا لي 6000 مليون مدري 40 مليون مدري ايش قد العالم كله يذبح، شنو هاي؟ يلا تحياتي لكم من المانيا مصطفى، واحنا هنا بالمانيا ممنوع تذبح الحيوان، ممنوع تذبح الحيوان يوم عرفة، مو يوم عرفة ما أعرف إيش، ممنوع تذبح حيوان هنا بألمانيا. وهنا الناس يمكن ما أعرف بس حسب ما عرفت إنه يشترون لحم ووزعوه، بس ممنوع يذبح هنا حيوان. هنا إذا ذبحت لك حيوان تجي الشرطة ويسجنوك ويأخذوك غرامة، يعني فت 20-30 ورقة إنه بتجي الشرطة تأخذك وتسجنك سجن، يعني هواي مشاكل عندنا هنا بألمانيا. مو عبالكم بكل سهولة يعني تجي تذبح لك الحيوان هنا يا بشنو تقول له يوم عرفه وما ادري شنو،
يعني أنا بألمانيا الدين ما يعتبره بفلس، إن كان إسلامي إن كان مسيحي إن كان أي شيء. فتحياتي لكم وإن شاء الله تعجبكم الحلقة. أنا يعني أعرف ما راح تعجب لكم الحلقة، لأن شنو كلامي مو كلش زين كان بيها، بس هذا أنا رأيي. أنا ضد قتل الحيوان وخاصة بيوم عرفة تذبحون هاي ملايين الحيوانات، وخاصة هذا الفيديو أذاني حيل. شوفوا راح أخلي لكم إياه هسه. تحياتي، مع السلامة. متابعين اليوم ذابحين تويسين مزارع المفرح عند قصاب اللي عند فرع قطعة 10 جمعية الوفرة بلد القصاب، ولي بلد ذبايح بالعيد تذبحون، ها تذبحون الضحايا وعندهم ذبايح، بس الذبايح على النظر تجي تشوف ذبايحهم. بلد قصاب ما شاء الله يده خفيفة. تابعوا يا متابعين اللي رايحين